لي مباشره على مشروع قانون اعاده هيكل، مشروع قانون اعاده الهيكل له في شيء لا منطقي له ثلاث جوانب. يلا اول جانب اللي له علاقه بالمودعين مجحف، حتى ما حدا يضحك على حدا بيرد لهم 20% بس من الجانب المتعلق بالمودعين مجحف. وبعطيكي مثلا كيف ال 100,000 بترد على 10-15 سنة؟ أول شيء بتفقد 30-40% من قيمتها مع الوقت، يعني أنت مش عم تعطيني 100,000، أنت عم تعطيني 70,000، إذا أعطيتني ها؟ مجحف أكيد. والمودايع اللي فوق ال 100,000 بيروحوا على صندوق ما بتعرفي هذا الصندوق كيف حيرد الودائع. في شوية بنود اجتهد سعاد الشامي واجتهد سليم شاهين واجتهد الآخرين، حطوا بنود بس اي على ما يبدو ما حدا اقتنع يعني انه هذا الصندوق ده جمعيه المصارف ما بدها تطير سعد الشامي. هذا الجانب كانه سعد الشامي هو سرق الودائع يا عيب الشوم. اليوم عن جد التركيز حسان دياب سعد الشامي، هودي سرقوا الودائع. اللي عم يتهم حسان دياب وسعد الشامي انه هن ازلام اللي سرقوا الودائع، هودي بديش سميهم زملاء ولا خلص. خلينا نكفي بموضوع اعاده الهيكل. فاذا في اجحاف بحق المودعين، وأنا أطالب المودعين الشرفاء أصحاب الودائع النظيفة يحاربوا هذا المشروع. منيح هيك؟ هلأ بنجي على شو الودائع النظيفة. البنوك عم تتخبى وراء المودعين عم تقول ها شفتوا المودعين مش قبلانين. بس أنا حقول لك ليش البنوك ضد المشروع. ليش؟ أول شيء مباشرة بالمباشر القانون بيقول على البنوك والبنكرجية وكبار المدراء يكشفوا السرية المصرفية من سنة 15-16 يعني بنعرف شو ربحه. في بند بيقبلوا البنكرجية بتعتقد؟ أكيد لا. تمام، القانون بيقول كل مبلغ فوق ال 100,000 تحول بعد 17 تشرين لازم يرجع، بيقبلوا البنكرجية؟ لا. القانون بيقول أوكي البنوك عندها أرباح وفي أفرج متوسط للأرباح، أوكي بتاخدوا المتوسط الأرباح نعمل أفرج يعني متوسط الأرباح وما يفيد عن ذلك بتردوه، بيقبلوا ما بيقبل. القانون بيقول كل وديعة فوق ال 500,000 يجب التدقيق في شرعيتها. البنوك ما بيقبلوا لأنه دخلوا أموال وسخة قد ما بدك، ولا نحكي بالأرقام، فبالتالي حينكشفوا مع اللي تواطؤوا معهم من أصحاب الأموال الوسخة. هذا البند انه فوق ال 500,000 كوديعه جيب لي مشروعيتها، واذا كانت مشروعه انا حالتزم تجاهك بردها، كمان رافضينا. نجي للطبقه السياسيه اللي متحالفه مع البنك اثنين وبنكوقراطيه، كل موظف عمومي معه 300,000 وما فوق يتفضل يثبت لي مشروعيه هيدي الاموال وانا ان شاء الله برد له اياها. كمان الطبقه السياسيه بالتحالف مع البنكرجيه هذا البنك ما بدهن اياه. نجي للجزء المتعلق ب طبعا الارباح الفاحشه لازم تنشطب الى اخره من البنود اللي نجي للجزئيه المتعلقه بكيفيه هيكله البنوك. الجزء الثالث، اذا انت مش قادر تلتزم بهيدي الشروط بتروح على لجنه التصفيه يا بنك. لجنه التصفيه بأبي كمان عالميا وكمان بالقوانين سابقه لبنانيه 2/67 وقوانين اخرى، انت اخترت التصفيه، بقى انا كلجنه التصفيه بحق لي ارجع على افعالك الماضيه وعلى ما فعلت وما تكون قد حققت من ثروات، لانه انت افلست المودعين. انت صحيح. افلست المودعين، انت مش قادر ترد للمودعين، فانت عم تقول بدي فلس. لا، ما فيك تحط المفتاح وتفل. تحط المفتاح وبعمل عليك منع سفر وبتقعد حقق معك بافعالك الماضيه. انت خسرت المودعين، هل اثريت على حسابهم؟ هل اسات الاداره؟ اسات الاداره، مين توطأ معك؟ مدقق الحسابات الى اخره من الاسئله. ما بيقبلوا فيها. فاذا اليوم البنوك تتلطى خلف المودعين انه شفتوا شطبوا الودائع، ايه مزبوط في شطب للودائع وانا ضده نظيفه. انا وياك واي مواطن عادي وشريف يجب ان يكون مع المودع صاحب الوديعة النظيفة سواء كانت 100,000 أو 50 مليون، ولو أنه 50 مليون بتحمل شوي يعني فيها نشطب له شوي يعني، مش لأنه ماله مش نظيف. في نوعين من المودعين أو ثلاثة، في المودع البسيط العادي اللي أنا وأنت حطينا 10-15 ألف واللي حط عويد نهاية خدمته هودي ما عندهمش خيارات كتير، وفي مودع جاب من برا 50 مليون دولار حطهم ب 8 و10 و15%، هذا مودع ولا مستثمر؟
طيب بس انفتح له مشاريع. ايه بس هذا مو مش الدولة على عطيته فوائد عالية لحتى يجيبها للسيادة ونحبطه بالآخر. بس بالتصنيفات العالمية هذا مستثمر. اوكي. هذا مش مش يعني مودي عادي. المودي العادي الذي لا حول له ولا قوة. إذن يسري عليه قانون انه الذي يسري على المستثمر وليس على المودي العادي. زميلتي العزيزة اللي معه 50 مليون اكيد بيفهم ماليا. أوكي. وعنده مستشارين. واجا بنك قال له بعطيك 12%. المستشار قال له انتبه هذه فيها فيها ريسك بس يلا جو اهد لانك بتربح. هي هيك بتصير. صحيح. انا ما عم بهجم على الثروات الكبيره لان ما لني ماركسي ولا بطيخ. انا شخص عادي عم فكر بطريقه بسيطه. الناس بقول لك ايه هذا فكر شيوعي. مع احترامي للشيوعيين انتبه يعني لانه ماشي بحطط لهم شعره احمر وعينات حمر ممسابه اللي بيفهم شوي بالاقتصاد اريان الكابيتال لكارل ماركس. نحن استاذ زياد صار معنا على الهواء بس سؤال سريع. اصلا لما بدنا نعمل قانون لاعاده هيكله المصارف فكرنا شيء اذا هذه المصارف هي مصارف قابله لاعاده الهيكله اصلا بحمايه السلطويه بيحموهم بدها تضلوا يقولون حمايات قانونيا ثلاث ارباعهم لازم يتصفى كلهم ما هي خلينا نقول ثلاث ارباعهم